عاد مرة أخرى إلى مصر بأولى الأسماء التي غادرت النادي الأهلي، ربما خورادو وربما أليكسيس فيما هو قادم من أيام. تيجانيني القاطرة السمراء يحاول، تيجانيني، الله، غبنا وغاب الإبداع وعدنا نزين الأوضاع. هكذا هو لسان حال تيجانيني، هكذا هو لسان حال القاطرة السمراء. تيجانيني يسجل الهدف الثالث في مباراة اليوم، صنع هدفين وسجل الهدف الثالث، وبالتالي يعود وهو جوعان لعب، يعود وهو جوعان وهو مشتاق للشباك وهو مشتاق لمرمى الخصوم. تيجانيني تفارس يعود مرة أخرى ويسجل الهدف الثالث بالنسبة للنادي الأهلي هنا في لقاء اليوم. شوف الكرة الماضية، شوف بدأت من تيجانيني، عدى من الأول، حاول أن يمررها عبد الفتاح عسيري إلى تيجانيني، يسجل تيجانيني الهدف الثالث بالنسبة للنادي الأهلي هنا في مباراة اليوم، ويصعب من مهام ومن مأمورية فريق الرياض